قبل يومين لم يكن ممكنا الدخول لمدينة دير الزور من هذا الطريق بسبب الحصار المفروض عليها من قبل قوات النظام السوري. أما اليوم وبعد مضي 8 أشهر على حصار المدينة، استطاع الجيش الحر فك هذا الحصار بسيطرته على فرع الأمن السياسي في عملية أطلق عليها فجر التحرير، كان هدفها الأول فك الحصار عن المدينة. يوم 29/1/2013 بتدمير حاجز الأمن السياسي الشمالي لضفة الفرات. يوم فجر 30 انسحب الحاجز بالكامل تحت ضربات الدبابات والهاون واقتحام الشباب الصادقين الحمد لله. عملية فجر التحرير بدأت بضرب الحاجز الموجود على جسر السياسية بقذائف الدبابات والهاون من قبل الجيش الحر، وضرب ما يسمى بالسراحة العميد التي تعتبر خاصرة الفرع الأمني، لتنتهي العملية باقتحام الفرع وسيطرة الجيش الحر عليه وتحرير عدد من المعتقلين في هذا الفرع، بالإضافة لتحقيق العملية لهدفها الأساسي المتمثل بفك الحصار عن دير الزور، كون هذا الفرع يعتبر البوابة الشمالية الشرقية المدينة وكان يشكل سدا أمام دخول المواد الغذائية والطبية لها. هذا الفرع من أهم النقاط الاستراتيجية للبلد، طبعا فتحنا معبر للبلد. هذا الفرع كان يشكل حلقة إغلاق للبلد، بفضل الله الآن الجسر السياسي مفتوح نستطيع العبور برا. تحرير فرع الأمن السياسي فتح الباب أمام كتائب الجيش الحر للتقدم باتجاه مناطق أخرى تتحصن بداخلها قوات النظام السوري كلواء الصواريخ والمطار العسكري وغيرها، وقد يساعده بهذا التقدم الأسلحة والذخائر التي سيطر عليها الجيش الحر في العملية. القناعم كانت طيبة، أول شيء تحرير الحاجز القنيمة الكبرى بعد حصار 45 يوم، مضادات 23/2 والعربات التي رأيتها مدمرة، ذخيرة كافية إن شاء الله وافية، وعدد من البنادق الآلية مع القناصات إن شاء الله الحمد لله. انتصارات وغنائم من شأنها تعزيز قوة الجيش الحر في المدينة وتمكينه من الاستمرار في معركته ضد النظام، بالإضافة لكونها مثلت ضربة قاسية للنظام، فجهاز الأمن السياسي يعتبر في سوريا من أشد الفروع الأمنية تنكيلا بالسوريين، والسيطرة عليه نصر كبير لثوار سوريا. عبد القادر محمد، أورينت نيوز، دير الزور.